أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل غدا السبت في تمام الساعة 3 عصرا بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية. أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل غدا السبت في تمام الساعة 3 عصرا بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية.